وهذه امرأة أرضعت أولاد أختها الذكور والإناث إلا بنتا وتدعى هانم، ويريد ابن من أولادها أن يتزوج بنت خالته المذكورة التي لم ترضع من أمه، فهل يحل له الزواج بها؟ نعم، يحل لأي ولد من أولاد المرضعة أن يتزوج من هانم بنت خالته التي لم ترضع من أمه، والله أعلم.